أنفر من الجيش الحر. درع المحطة، درع المحطة طريق السد أصلا. يشتبك مع مجموعة من الرفاعي، يشتبك مع مجموعة من الرفاعي مع قوات العلي. درع المحطة طريق السد. اطلاق نار كثيف واشتباك بين الجيش الحر، اشتباك بين الجيش الحر وبين قوات الامن الغاشمة. اشتباك اشتباك بين قوات الامن السورية وبين جنود مشاقين من الجيش السوري الحر في منطقة درعا، التابعين لكتيبة العمري.